آمين. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. إنجيل النهاردة من الأناجيل اللي متكررة، وكلمنا دايما عن الاستعداد، ومن ضمن الحاجات المخيفة اللي تخلينا نستعد كلمة سيدي يأخذ مني الوكالة، سيدي يأخذ مني الوكالة. كلنا حاسين وبنعرف انه يوم من الايام ربنا يدي العمر للكل، كل واحد هيفارق الدنيا، انما معلومة عارفينها مش داخلة فينا، مش عايشة فينا، بدليل ان احنا نستغرب قوي لما نسمع عن حد انتقل، نستغرب وكأن الموضوع فجائي، رغم ان الموضوع عايش بينا. سيدي يأخذ مني الوكالة في أي وقت. راجل صاحب وكالة ومشغل واحد عنده، فجأة يقول له أنا مش محتاج لك، أو فجأة يرفعه ويقول له الحقيقة أنا محتاج لك عندي في وظيفة أحسن. يا ترى كل واحد فينا متوقع إيه؟ متوقع ربنا يقول له ما هذا الذي أسمعه عنك؟ ده أنت ما بتسمعش بس يا رب، ده أنت بتسمع وتشوف وعارف اللي أنا بعمله وعارف اللي أنا هعمله. عشان كده ربنا النهارده بيصحينا، كلنا عارفين النهاية، كلنا نعرف، مفيش حد ما يعرفش، وكل واحد فينا بعيد عنكم ربنا يديلكم كلكم الصحة، لما أحس بشوية ألم بس يفتكر الموت. وغير كده احنا الدنيا لهيانة. عشان كده يجي انجيل باكر، للي حضر انجيل باكر النهاردة وقول لنا كده انظروا الاول، يعني صح صح وخلي عينك صحية، انظر اسهر وصلي، وبعدين لانكم لا تعرفون الوقت. مش عارف امتى ربنا هيقول الوكالة بتاعتك كده خلاص تعالى. صدقوني الانجيل مش محزن ابدا، احنا بنتهيألنا ان الانجيل محزن النهارده، الانجيل مفرح. في مثل بلدي كده بقول لكم، متاسف يا رب يعني سامحوني فيه كمان، يا بخت مش عارف مين بكاني وبكى الناس عليا، بس ربنا مش بيعمل كده. ربنا مش بيبكينا ابدا. ربنا بيدينا فرح حتى في الموت، حتى في الموت بيديك رجاء، حتى في الموت اذا كان وجهين العملة للموت زي الوجه العملة اللي معايا، وجه محزن جدا للموت، كلنا بنخاف من الموت، كل واحد يخاف يسيب الدنيا ويسيب حاجته ويسيب ولاده، انما في وجه اخر مفرح، الوجه الاخر للعملة، وجه السماء، الفرح، الاكاليل الابدية. عشان كده ربنا النهارده بيقول في وجه انت مش حابه عشان ارضي. احنا ارضيين باصين للارض وشايفين الوجه المؤلم للارض، حبيناه عشان طبيعتنا ضعيفه، انما يوم ما طبيعتك تقوى تنظر تسهر وتصلي، يبقى انت باصص للسماء. انظر انظر انظروا اسهروا وصلوا. ياما الانجيل ده بيتقري، وفي كل مرة نطلع زي ما احنا، لا بننظر ولا هنسهر ولا بنصلي. ربنا بالنهاردة بيقول لك الوكالة قريبة، هتتاخد. عشان كده اصنع لك صديق، اصنع لك صديق في السماء. حب القديسين، دي صداقة، حب القديسين وتشفع بيهم وعيش معاهم وانظر الى نهاية سيرتهم وتمثل بإيمانهم.
احنا كلنا بنبص للقديسين ان دول اللي هيشفونا ودول اللي هيطلعونا الواد من الجيش ودول اللي هيجوزونا الولد والبنت، وعيشتنا او عشرتنا مع القديسين عشرة طلبات بس، انما عمرنا ما شفنا القديسين حسبناها بحساباتهم بقى، حساباتنا احنا ارضية، انما حساباتهم هم سماوية. ايه الحسابات بتاعتهم؟ عاشوا للمسيح على الارض، سعوا سفراء للمسيح، عاشوا وداخلهم الارض دي متسابة، انا مش هدور عليه، مش هدور عليها، مش محتاجها، لاني طالت ولا قصرت هسيبها واروح للسماء. كانوا ناظرين الى الاشياء التي لا ترى. احنا ناظرين للاشياء التي ترى الوقتية، شايفين الحاجات اللي في الارض الوقتية بس، انما الحاجات التي لا ترى عمرنا ما فكرنا فيها، ممكن تاخد تفكيرنا لحظة انما ما تستناش، انما الوقت واليوم والاكل والشرب والسكن كل ده اللي شغلنا. عشان كده النهاردة المسيح بيقول لنا في انجيل باكر انظروا اسهروا وصلوا، وانجيل القداس يقول لك خد بالك الوكالة هتتسحب منك، خليك واخد بالك، خليك واخد بالك، هتتاخد الوكالة، رضيت ولا مرضتش، غصب عنك ولا بإرادتك. اللي حابب حاجة بيجري ويسعى فيها عشان يعملها. عشان كده النهاردة المسيح بيقول لك لو حابب السماء اصنع لك صديق في السماء. حب ربنا، حب ربنا حبيبك وصاحبك وصديقك وابوك، حب ربنا، طبق ابانا الذي بالظبط صح، طبقها صح لما تقول له ابانا الذي في السماوات، وما دام ابويا في السماء يبقى انا من السماء، وما دام قلت في السماوات يبقى احنا الاثنين في السماء. كوني اجي للارض هنا عشان ربنا يبعتني الهدف، بس انا سكني مش هنا، عنواني مش هنا، عنواني فوق، وعنوان فوق يعني له بعض الحاجات اللي المفروض تكون فيا. اللي جاي من فوق يعرف لغة تسبيح، يعرف محبة ربنا، يعرف ازاي عايش للسماء، يعرف ازاي ان الارض دي هتتساب زي ما قال الكتاب النهاردة، انا من السماء، أبانا الذي في السماوات. طول ما بتقول أبانا الذي في السماوات وفكرك في السماء تبقى أنت معاه فوق، وطول ما بتقول أبانا الذي في السماوات وفكرك في الأرض يبقى أنت ما تعرفوش، يبقى نحن مش عارف إيه لا بنون، مش عايز أقولها. عشان كده بولس الرسول مرة من المرات تلاميذه هو مسجون راحوا له ببعض حاجات، ياخدوه له معاهم معلمهم في السجن، راحوا ياخدوا شوية حاجات معاهم لبولس أبوهم، قال لهم أنا مش محتاج حاجة، تعلمت أن أكون مكتفيا في كل شيء. إيه اللي أنتوا جايبينه ده؟ إيه اللي أنتوا جايبينه؟ تاكل وتشرب ده أنت مسجون. قال لهم أنا مش محتاج الحاجة دي. الكتاب بيقول المسيح إلهي أو يسوع إلهي وقف معي وقواني، هو ده المهم، هو اللي انا محتاج له، ده هو اللي انا محتاج له. زمان ابونا ابراهيم قبل الاباء، بعد ما طلع انقذ لوط والكم ملك بتوع الخمس مدن اللي كان فيهم الحرب وانقذهم، ملك سدوم جايب له هدايا، قال له حي هو اسم الرب، لا يمكن اخذ منك خيط ولا شراك نعل، لئلا يقول اله سدوم قد اغنى ابراهيم. واحنا مين اللي عايزك تغنيه؟ مين اللي عايز يغنيك؟ ربنا ولا العالم؟ مين اللي محتاج يملا قلبك محبه العالم في الظلمه والضلمه والوجع والاكتئاب، ولا محبة ربنا في النور والفرح والسلام وطول الأناه واللطف والوداعة والتعفف؟ أنا محتاج مين يملاني؟ أنا محتاج لما أسيب الوكالة دي
احس ان انا سايب رصيد حب ومسافر برصيد حب لربنا، مش سايب سيرة مش حلوة. حسبه الواحد فاكر ان هو المنظر ده بيغري، ابدا. حسبه ان احنا حاسين ان احنا منظرنا ممكن يغري الناس، بس ربنا بيقول لك اللي بسمعه عنك مش عاجبني، اللي بسمعه عنك مش عاجبني، ما هذا الذي اسمعه عنك؟ ده انا لسه ما قلتلكش انا شفت ايه، ده انا سمعت بس، سمعت وانا مش عاجبني كده، ومش عايز اشوفك في الخطيه، ومش عايز اشوفك وانت بايع السماء. مكانك في السماء، ابانا الذي في السماوات. عشان كده النهارده ربنا بيصحينا بيقول في امتحان جاي، هيجي هتاخد ورقه الاسئله، هتعرف تجاوب عشان تخش ولا انت مش مذاكر. اصنع لك صديق، عندك اشياء كتيره ممكن تشتغل فيها مع ربنا وربنا يقبلك. كأس الماء البارد الله لا ينسى أجره أبدا. عشان كده افتدي النهاردة، إذا كانت الرسالة متوجهة لنا، الرسالة جاية لنا وصريحة وواضحة، نقول له يا رب إن احنا مش عارفين إمتى اليوم، مش عارفين. كل اللي عارفينه إن احنا لينا ميراث في السماء، والميراث اللي أنت سايبه لنا يا رب هناخد منه ونشبع. يغفر كل خطية، كل مغلط أجري على البنك وأقول للبنك ادفع ثمن الخطية، يقول لي حاضر بس حاسب تغلط تاني. كل شوية هجري أخد من الحساب، حساب مفتوح. بس خليك على المستوى الجيد اللائق، إنك أنت مش بتبدد أموال أبوك، أنت بتحافظ عليها وبتحافظ على المسكن اللي أبوك مدهولك. عشان كده النهاردة بيصحينا الكتاب وقول لنا اعطي حساب وكالتك. هيجي اليوم اللي هيقول لك كده، اعطي حساب وكالتك. هيصحيك تاني ويقول لك انظر اسهر وصلي. خليك زي العذارة اللي دايما بيحوشوا زيت في الأنية، كل خطوة محسوبة بيحطوا فيها نقطة زيت، كل صلوة بحطه زيت، كل عمل حلو بحط زيت، كل مغفرة تغفرها لأخوك وكل محبة تديها له تحط زيت. إنما كل إدانة وكل بصة مش حلوة وكل عدم معذرة ليه في خطيته بتشيل من الزيت اللي انت حوشته. دايما أنقد أخويا اللي غلط، ودايما ألوم على أختي اللي ما تصرفتش صح، ونسيت ان ربنا دايما زي ما قال لنا ستار عيوب، ستار عيوب. عارفين القصة زمان اللي عملها القديس مكاريوس، واختم الموضوع يعني. القديس مكاريوس زمان كان في راهب في الدير، راجل كان له ضعفة شوية، فراحوا له قالوا له في حد عند الراهب جوه، يا ابونا تعال عشان تشوف بعينك. قال لهم مفيش حاجة، ده الشيطان وانتم متهيأ لكم. فصرف ولاده وصلى للراهب ده انه ربنا يقف معاه وما يعملش اي حاجة وحشة. مرة تانية وتالتة قالوا له احنا الشخص جوه وقافلين الباب، تعال بص. فابونا مكاريوس الكبير اللي مليان حكمة، حكمة السماء بقى، دخل جوه القلاية بتاعت الراهب ده وقال لولاده والرهبان الباقيين خليكم بعيد شوية لما أنا أخش أشوف الموضوع بنفسي، خلي كل واحد في قلايته لغاية لما أنا أشوف الموضوع. ودخل، عارفين مجور العجين بتاع زمان اللي فيكم من الريف ولا الصعيد، خبى الست دي تحت المجور وقعد على المجور وقال للرهبان تعالوا وروني فين اللي انتوا بتقول عليه جوه، خشوا كده شوفوا. قعد الرهبان يدوروا في القلايه، ما مش قادرين يقولوا لابونا الكبير قوم شوف انت قاعد تحتيك، ما حدش يقدر يقول كده. والحكمة الراجل ومحبه ربنا وستره مش عايز يفضح حد. قعدوا لفوا وجم ضربوا مطانية لابونا مكاريوس، قالوا له سامحنا احنا غلطنا، احنا ظلمنا اخونا. قال لهم كل واحد يروح يصلي، وابتدى يطلع الاخت دي وابتدت تصلي وابتدى ترجع لربنا، والراهب يرجع لربنا. الستر
الستر خلينا كلنا باصين للسماء. لما بستر استر كثره من الخطايا زي ما المسيح سترني، ابص للسماء انظر اسهر واصلي. خليني في عيوبي زي ما قال الملاك لاحد القديسين، خليك في نفسك يا اخي، مالكش دعوه بغيرك، بص لنفسك انت. احنا عايزين نبص لنفسنا. عايز اصنع ليا صديق، عايز اعيش مع السماء، عايز ابص للعمله من الوجه المفرح، ولا انا ما يهمنيش الارض، ما تهمنيش حتى لو هغادر الارض، ليا سكن في السماء، وده اللي ربنا عايزه مني. بص للسماء، بص لمجد السماء، بص وانت واقف جنب المسيح، بص وانت واخد الاكليل. تخيل نفسك في لحظه من اللحظات، لا ربنا ما يسمحش الاكليل ده بيطير مني، تخيل كده وانت في السماء والاكليل ده مش بتاعنا، بتاع حد تاني، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ مفيش مكان نشتري منه زيت، خلاص اغلق الباب. والكلمه اصعب من حساب وكالتك كمان. ربنا يدينا حياه الاستعداد لله المجد من الان والى الابد، امين.